الآن المحصلة النهائية في مسابقة الكاس لحسم هذا اللقب والكل يترقب. الإجابة على كل الأسئلة ستكون من خلال متابعة اللقاء. أحبتي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، معكم محدثكم فارس حوض من كبيرة التعليق، وعندنا اليوم مباراة غير عادية، هي البطولة 2024، الحدث الكبير يصل للنهاية، ومواجهة أخيرة هنا لحسم كل شيء، الكل متحمس والكل يترقب والأجواء هنا رائعة جدا. إسبانيا بمروءة تقدم الكرة والكرة في المرمى، الهدف الأول في المباراة النهائية، نهائي اليورو يزداد إثارة. الله على هذه اللحظات وعلى هذه الاحتفالات. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة، الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. والتدخل المثالي لاستعادة الكرة. فابيان حماية الكرة بكل قوة في هذه اللحظات. حلوة الكرة، تطلع الكرة إلى ركنية. ركنية بتلعب. يا رب، مستحيل ما يحدث هنا في هذا النهائي. الله على الإثارة، هدف تعادل يأتي والمباراة تزداد إثارة، أجواء غير عادية، الكل يريد اللقب، لا أحد يريد الخسارة. الله على هذه المباراة. نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت، وبرأسية مثالية حقا في المرمى، ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. الفرحة الآن في المنطقة الفنية واضحة بعد أن نجح الفريق في تعديل النتيجة في أرضية الملعب. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. ألفارو موراتا، دفاع قوي وتدخل افتكاك الكرة. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمية تماس. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. رايس، ملعوبة إلى أرنولد. ساكا، وصلت إلى ساكا. كان فيها تهديد حقيقي على المرمى، لكن انظر إلى التدخل. اعتراف للعرضية بنجاح. ضربة حرة للمنتخب الإسباني. تحت الفرصة بحكم مباراة لمصلحة المنتخب الإسباني. فابيان، خطير الكرة مع موراتا، تصدي بكل ثبات، تصدي ممتاز من حارس المرمى. هاري كين، ولا فرصة لكرة مرتدة. اتجاه المرمى،
سجلت الحارس بالمرصاد. ركنية إلى داخل المنطقة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. فرصة كانت في هدف المرتدة لكن لم تستغل بشكل مطلوب. تصدي سليم من حارس المرمى يبقي النتيجة على التعادل. برافو في اللقطة الماضية. ممكن أن نشاهد ردة فعل. شوف اللقطة، ما راح أتفاجأ لو حكم المباراة احتفل بالكرت الأصفر. قرار من الحكم وبطاقة صفراء على المنتخب الإسباني بعد هذا الخطأ. المدرب هنا غير راضي عن البطاقة الصفراء. ألكسندر أرنولد بتدخل قانوني يفتك هذه الكرة. فابيا كرة بتتحول إلى رأي تمام. والآن وصلت إلى موراتا. مراتا بيعدي فيها. ركلة جزاء لمنتخب إسبانيا. الحكم يكتفي بإعلان ضربة جزاء دون أن يخرج البطاقة. ركلة جزاء للتقدم في النتيجة. نشوف ركلة الجزاء مرة أخرى. توقع الزاوية كان صح لكن الكرة بتروح عالية في المرمى. الآن شاهد المدرب ووضح عليه السعادة. ليس من السهل التقدم في النتيجة هنا وأكيد سيفكر في خطوته القادمة. استنف المباراة من جديد بعد أن تأخر المنتخب الإنجليزي في النتيجة. والآن مع بدري الجمهور يطالب بالتسديد. والتسديدة تصطدم والراية ترفع هنا والتسلل موجود في اللعبة. شوف الإحباط الواضح على ضياع هذه الفرصة بهذا الشكل، لكن في رأيي ما كانت ستدخل الشباك. رمية تماس للمنتخب الإسباني. راحت إلى موراتا. تمركز سليم من اللاعب يعترض اللقطة ويبعد الكرة. الآن تأتي تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء. الحكم يشهد بطاقة صفراء على لاعب المنتخب الإسباني بعد التدخل الخاطئ في اللقطة الماضية. مراتا بيعدي فيها. خطير الكرة مع مراتا. هدف تعزيز التقدم يا تيم. يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة. نهائي
هنا الموقف اصبح حساس عندما اصبح الموقف واحد ضد واحد. شوف الافضليه الدائمه للتسجيل في مثل هذه الكرات، انهاء بدون مشاكل والكره تسكر الشباك. المدرب حتى الآن سعيد جدا بما يقدمه لاعبه في أرضية الملعب وبالتفوق الكبير في هذه المباراة. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. والكرة تتحول إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. الإحصائيات تؤكد بأن اللي قدمه في مباراة اليوم وأن بصمته كانت أيضا واضحة في خط الهجوم. تأثيره في المباراة كان واضح جدا، سجل في أكثر من مناسبة وكان يمكن أن يضيف أهداف أكثر من خلال تسديداته العديدة على المرمى. بنفذ الركنية، كرة ركنية وصلت سهلة لحارس المرمى. يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. ما هذه التسديدة؟ تنفيذ سيء من زاوية ضيقة وفرصة بتضيع على الفريق، كان ممكن أن تستغل بطريقة أفضل بدلا من أن تخرج بعيدا عن المرمى. اللعب يستمر لمصلحة المنتخب الإنجليزي. تدخل ناجح لقطع الكرة. رودريجو. حكم الساحة يشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق. ضربة حرة للمنتخب الإسباني. الحكم يوقف اللعب لاحتساب الخطأ في اللقطة السابقة ونشاهد كرت أصفر في هذه اللحظة. بيلعب لك كرة عالية للزملاء، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. ينجح في التخلص في هذه اللحظة موراتا. ينجح الحارس في التصدي تحت الضغط في هذه اللحظة. الشوط الأول ينتهي الآن، الفريقان إلى غرفة الملابس ولنا عودة بعد استراحة قصيرة. ضربة البداية الإنجليزية لشوط المباراة الثاني. فابيان. توقيت ممتاز في التدخل، إبعاد الخطورة في هذه اللحظات. كرة بينية خلف المدافعين. كرة بتضيع. فابيان وصلت إلى موراتا. عرضية في عمق 18 استعرض فيها في اللقطة الماضية فرصة راحت، كانت خطيرة لكن شوف كيف تعامل، شوف كيف ضاعت على الفريق، كانت متاحة لكن ضيعها بحركة استعراضية في اللعبة الماضية.
تريند ألكسندر أرنولد. مع بعض الهدف مرة أخرى، شوف العرضية كيف كانت مميزة، ومن ثم الانهاء الخيالي اللي كان على الطاير بتسديدة مثالية استقرت في الشباك. تعود المباراة وهذه المرة المنتخب الإنجليزي على هدف وحيد لتعديل الكفة. نيكو ويليامز هذا موجود وركلة جناح لمصلحة المنتخب الإسباني. رأسية كانت قوية لكن وجدت حارس المرمى. الله على هذا التصدي. وصلت إلى ساكا وهنا قد تشكل خطورة. خلصها بالشجاعة، كان فيها تهور نعم لكن أبعدها في منطقة الجزاء. توجه رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام. ممكن حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية، بطل بهذا التصدي. الله على الحفاظ. مسافة قريبة لكن انظر إلى الرياكشن، ردة فعل استثنائية. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. ركلة حرة للمنتخب الإنجليزي. ساكا يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة. والآن أمام مساحة كبيرة على طرف الملعب. يقطع باتجاه العمق. الله على تدخل يحبس الأنفاس هنا. ممكن فرصة من خلال كرة مرتدة. الآن فرصة حقيقية للتسجيل. الآن مع بيلينغهام. التعادل من الضربة الركنية. قرار هنا بالتبديل وبالتالي التوجه إلى مقاعد الاحتياط. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. خطف الكرة الآن وأنهى الخطورة. تدخل ممتاز من جانب رايس. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. تسديدة محاولة على المرمى لكن ما كانت خطيرة بصراحة. شوف التسديدة قوية نعم لكن بعيدة وبدون دقة. قرار هنا بإجراء التبديل في هذه اللحظات. ميرينو الآن عند رودري. ساكا هذه فرصة هدف.
يجب أن تستغل. يا رب مستحيل ما يحدث هنا في هذا النهائي. الله على الإثارة، هدف تعادل يأتي والمباراة تزداد إثارة، أجواء غير عادية، الكل يريد اللقاء، لا أحد يريد الخسارة. الله على هذه المباراة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. نيكو ويليام، ميرينو يتوغل في الهجوم في هذه اللحظات. يلعب كرة باتجاه المرمى، حارس المرمى يسيطر على الكرة بكل هدوء. محاولة هجومية إنجليزية ربما تكون الأخيرة قبل أن تنطلق الصافرة. النتيجة ما زالت تعادل. كرة وخطأ وضربة حرة لمصلحة إنجلترا، بيرفعها إلى منطقة الجزاء. تدخل ممتاز يلهي الخطورة في هذه اللحظات. الكرة تصطدم وتتحول إلى رمية تماس. المنتخب الإسباني يفقد الكرة، يتقدم إلى الأمام. إتاحة الفرصة أمام المنتخب الإسباني. بيدري، وصلت إلى ساكا. الكرة بتتخلص بعيداً. إنجلترا تسعى نحو تسجيل هدف قاتل لكسر حالة التعادل. خطأ داخل المنطقة، الحكم يشير إلى ركلة جزاء. فرصة خطيرة لتسجيل هدف التقدم. بدون تردد ركلة جزاء، المدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذا التوقيت. ركلة جزاء لاستعادة التقدم. يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. نشوف إعادة الهدف. ركلة جزاء نفذها بشكل سريع، لم يصعب الأمور عليه، راحت في وسط المرمى، وحارس المرمى اتخذ قراره واختار زاويته، لكن كان مخطئا بالتأكيد. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة، أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. إسبانيا تهاجم الآن في محاولة ربما تكون الأخيرة لإدراك التعادل قبل النهاية. عرضية في منتصف ال 18، لكن راحت سهلة عند الحارس وينجح في الإمساك بالكرة وينهي الخطورة. ركلة حرة للمنتخب الإنجليزي. يقطع الكرة العرضية، فرصة تسجيل هدف الأمام من الضربة الركنية. Yeah.
وهي الصافرة لنهاية المباراة وتتويج المنتخب الإنجليزي بلقب بطولة اليورو. يا له من إنجاز تاريخي هنا، لقب الأول لمنتخب الأسود الثلاثة في هذه المسابقة، وليلة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة. إنجلترا تعود لمنصات التتويج بعد فترة طويلة من الغياب. كرة القدم تعود للديار، هكذا كانوا يرددون. اللقب سينطلق من المانيا الى انجلترا. هذه المشاعر على ارض الملعب تعبر عن فرحه غير عاديه. مبروك لانجلترا وكل عشاق المنتخب الانجليزي. ولن نشاهد المنتخب الانجليزي على منصه التتويج لحظات تاريخيه بدون شك. الكل عينه على الكاس، الكل يعرف بان انجلترا سيده اوروبا في هذه اللحظات التاريخيه. الكاس شاهده على كتابه التاريخ، وهذه لحظات استثنائيه في تاريخ الكره الانجليزيه. الجماهير التي سندت وشجعت الفريق طوال مشواره في البطوله، احتفالات كبيره ورائعه ومسانده وتجربه حقيقه من حق هذه الجماهير بان تكون موجوده في هذه اللحظات التاريخيه.